ازيكم وعاملين ايه؟ كله تمام؟ اللي عاوز يزايد هيفضل يزايد حتى وهو يرى ان مصر اتقدمت بمذكرة، وخد بالك يبدو ان هذه المذكرة يعني يتم عرضها بشكل عاجل، لانها ده هتتعرض، مفيش ده بعد يومين، يوم 21، مذكرة لمحكمة العدل الدولية عن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ومهم قوي قوي انك تركز معايا في كل كلمة في هذه المذكرة. هتلاقي على سبيل المثال أستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال بما هو نصه، الهيئة العامة هي أحد الألسنة الرسمية لمصر، أحد الجهات الرسمية، رسمية يعني ما يخرج عن الأستاذ ضياء كرئيس لهيئة الاستعلامات، مش بكلمك هنا على الأستاذ ضياء كرئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الهيئة الاستعلامات، فده كلام رسمي. قال مصر هتشارك في الرأي الاستشاري اللي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سنة 1967. حط تحت دي خط، يعني المحكمة طلبت الرأي حول هذه الممارسات من هذا الاحتلال بدءا من سنة 67. خلاص؟ طيب، مصر عملت إيه؟ مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وهتقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم الأربع الجاي 21 فبراير 2024. طيب المرافعة الشفهية دي بتتضمن إيه؟ بتتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة التي خول لها وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة. فمصر مقدمة مذكرتها بناء على ده، ولأنه هذا الموضوع، هذا الأمر بيتناول أبعاد قانونية متعلقة بالاستيطان، المستوطنات اللي بناها الاحتلال، نحن نراها في مذكرتنا غير مشروعة تاني، وده طبقا للقانون. ليه؟ لأنه هذه المستوطنات هي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يعني الصادرة من المنظمات. طيب، وأوضح الأستاذ ضياء في كلامه، قال بقى خد بالك من الحتة دي، فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، المذكرة المصرية بتشمل ايه؟ خلي بالك هم قال لك قولوا لنا رايكم في الممارسات من 1967. مصر عملت ايه بقى؟ مصر في مذكرتها وان شاء الله في المرافعه الشفهيه امام المحكمه يوم الاربع تؤكد عدم شرعيه الاحتلال الاسرائيلي الذي دام اكثر من 75 عام، يعني احنا بنتكلم من 1948. شفت مصر عملت ايه؟ مصر ما راحتش ل 67، مصر راحت راجعه لورا لحد 48. وانه هذا الاحتلال مخالف لمبادئ القانون الدولي الانساني، كذلك هي ممارساته، كذلك هي سياساته في ضم الاراضي الاستتباع، ده كان بحث التخرج بتاعي. الله. وعدم تاني، وعدم الاعتبار لكافه قرارات الشرعيه الدوليه، وانه لم يلتزموا بأي شيء وقاموا بهدم المنازل وطرد الناس وترحيلهم وتهجيرهم القسري، وأن هذا يخالف القواعد الآمرة، خد بالك بقى، الآمرة ليست فقط الملزمة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنه هذا الاحتلال، هذا الاحتلال استولى على الأراضي برغم إنه هذه القواعد الآمرة تحظر هذا الاستيلاء، خاصة أنه هذا الاحتلال طبق المذكرة المصرية استعمل القوة المسلحة لطرد الناس وقتلهم والاستيلاء على أراضيهم وهدم منازلهم. طيب المذكرة كمان اللي اتكلمت على هذا الاحتلال أنه غير شرعي أكتر من 75 سنة بوضوح. شوف كل العالم هيتكلم على الممارسات من بعد 67، مصر تتكلم على ما حدث منذ عام 1900، من أكتر من قبل حتى 48، إنه كل اللي حصل غير شرعي. بتتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات
الصهيونية اللي بتنتهك بشكل صارخ طبقا لنص المذكرة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أستاذ ضياء، الحقيقة في هذه التصريحات المعلنة والمنشورة أنهى كلامه بأنه المذكرة والمرافعة المصرية بيطالبوا المحكمة بتأكيد مسؤولية هذا الكيان المحتل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، وأنه هذا يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وبالطبع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا. هتيجي تقول لي يعني من يوم 7 أكتوبر، أقول لك لا، ارجع تاني لأصل المذكرة. مصر بتتكلم على أكتر من 75 سنة، وتطالب كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير هذا الدعم لهذا الكيان، وأن تطلع كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤوليتها في هذا الصدد. المذكرة المصرية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بل تضع المجتمع الدولي في حرج شديد. المجتمع الدولي اللي مؤسساته ومنظماته لم تعترف على الإطلاق بأي إجراء مثيلة للإجراءات اللي اتخذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. الله، طب يا يوسف ده كان في قرار تقسيم سنة 1947. طب ما تيجي ترجع لقرار التقسيم، وهل الإسرائيليين، أنا آسف أن أنا بقول الإسرائيليين، هل هذا الكيان تعامل مع قرار التقسيم في 47 بأنه التزم بيه؟ لا لا خالص، بل العكس، ولا كأنه قرار التقسيم صدر ولا حصل، وعاثوا في الأرض بكل فساد يتصوره العقل أو لا يتصوره. أرجع وأقول لك، هذه المذكرة من مصر هي توثيق. هل هو توثيق فقط؟ لا، ده توثيق إضافي للدور المصري العظيم اللي بتلعبه في حماية، اللي بتلعبه مصر طبعا في حماية القومية العربية، في حماية فلسطين، الأراضي الفلسطينية، في حماية الشعب الفلسطيني، في الدفاع عن كافة حقوقه، في إصرارها على أنه الشعب الفلسطيني يحصل على كل حقوقه، حقوقه الكاملة. تاني، الدور المصري دور بالغ الأهمية. تيجي تقولي بس أصل جنوب أفريقيا، بص يا سيدي، جنوب أفريقيا عملت دور مهم جدا، ما احناش مختلفين، بل بالعكس نحن نؤيده ونقف بجانبه، حلو. لكن ايه الدور اللي عملته جنوب أفريقيا؟ جنوب أفريقيا كانت بتشتغل على مسألة الإبادة الجماعية، انه في دولة اسمها إسرائيل، تمام، معترفين، ده جنوب أفريقيا، وأن هناك شعب يمارس بحقه سياسات وإجراءات إبادة جماعية. مصر عدت كل ده؟ لا. إسرائيل مين؟ وإسرائيل إيه اللي بتعمل ممارسات الإبادة؟ لا، ده مصر تخطت هذا الحاجز، رفعت السقف خالص. هذا الكيان غير شرعي، إجراءاته غير شرعية، إجراءاته غير قانونية. بأنهي قانون يا مصر؟ بالقانون الدولي يا سادة، باللي انتوا كتبتوه، بإلزامكم، بقواعدكم الآمرة، بكافة المقررات بتاعتكم. الله، فما تجيش دلوقتي وتيجي تقول إيه وأين الضوء؟ دور إيه؟ مصر صاحبة أعلى سقف سياسي وقانوني في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية. أعدها لك مرة كمان، مصر صاحبة أعلى سقف سياسي وقانوني في مواجهة هذا الكيان المحتل الغاصب المجرم الذي يحتل أراضينا الفلسطينية. هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
الحقيقه انه هذا الكيان المحتل يا ساده بلغ من الغلو والغلواء، شفت اللغه العربيه، بلغ من الغلو والغلواء، يعني وصل لمرحله بتعبير اليومين دول اللي هو بيسموه ايه، وصل مرحله التنين، انه بيدمر المنظمات الدوليه اللي بتساعد، يعني زي بالظبط الاونروا، لما هذا الاحتلال يقتل موظفين الاونروا ويضرب مقرات الاونروا ويشيع ان الاونروا تفعل وتسوي فتنقطع المساعدات الدوليه عن الاونروا، يبقى الهدف ايه؟ ده احنا بنتكلم على منظمه للاغاثه والتشغيل، بتقفلوها، بيشتغل هذا الاحتلال البغيض الدنيء لدرجة انه عاوز ينهي دور الأونروا تماما. تجد انه مفوض عام الأونروا قايل كده، قال اسرائيل تهدف الى تدمير المنظمة، عندها هدف، عندها اصرار. بنتكلم على منظمة إغاثية للتشغيل، يعني غوث وتشغيل. قال لك اصل في 12 موظف احنا عارفين ان هم بيساعدوا المقاومه تمام، 12 موظف من تقريبا 30 الف بني ادم في الأونروا. الله، طيب ال 12 دول فليكن انه سوف يتم مثلا توقيفهم بشكل مؤقت عن ممارسه اعمالهم ويتم التحقيق معاهم مثلا. الله، هل في اي تحقيق مع ال 12 موظف اسفر عن ضلوع اي من ال 12 بني ادم انسان انه خرق حدود عمله الإغاثي؟ لا. هل في أي دليل إنه أي واحد من ال 12 عمل أي شيء بعيداً عن أو يتعارض مع عمله في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؟ لا. ولما مفيش دليل، ولما لم تبدأ التحقيقات، ولما لم تنتهي التحقيقات وإن بدأت، إزاي ألاقي مقاطعة من دول الدنيا تقول لك لا إحنا خلاص هنبطل نتبرع للأونروا وهنبطل ندعم الأونروا ماليا وهنبطل، يعني يا جماعة أنتوا عمليا بتساهموا في حصار وقتل وتجويع الشعب الفلسطيني. كل من توقف عن دعم الأونروا عمليا يقف جنبا إلى جنب مع هذا الكيان المحتل في قتل وتجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني، زيك زيه بالظبط. عشان كده بتلاقي انه اللي بيدور في الذهن هو احنا بنكلم المجتمع الدولي علشان اذا كان المجتمع الدولي نفسه شريك، مجتمع يقرر انه ما يدفعش في الأونروا اللي هي وكالة غوث وتشغيل تابعة للأمم المتحدة، فالإسرائيليين بيقتلوا الناس وبيحاصروهم وبيجوعوهم وبيموتوهم وبيطردوهم، والمنظمة اللي بتساعد الفلسطينيين أنت بتبطل تدفع لها، يبقى أنت شريك. عارف أنت في قضايا القتل في حاجة كده يقول لك إيه، أنه سبق الإصرار والترصد، يعني أن أنت تبقى مصر للجريمة وخططت لها وترصدت بالضحية وقمت بالفعل. حلو، طيب هل القاتل بس اللي بيحكم عليه في حالة سبق الإصرار والترصد بالإعدام؟ لا. ومن قام بالتحريض ومن ساعده ومن شاركه في التخطيط، أهو المجتمع الدولي نفس القصة، شريك، شريك بدور مكتمل زيه زي الكيان الصهيوني بالظبط. فطبيعي انه المفوض العام لوكاله الامم المتحده لغوث وتشغيل لاجئين اونروا يقول لك يعني الراجل كان عامل مقابله صحفيه مع صحيفه سويسريه، قال لهم ايه؟ قال لهم انه اسرائيل عندها هدف سياسي طويل المدى،
الهدف ده هو القضاء على الأونروا اللي بقالها النهاردة أكتر من 70 سنة بتساعد الفلسطينيين الفارين بحياتهم أو الذين أجبروا على الفرار. هذا ليس هروب، ناس بيضربوا بشكل تقريبا يومي، تهدم عليهم المنازل وهم في داخلها نياما كانوا أو مستيقظين من قبل. بالمناسبة القصة دي من قبل 48 طبعا، لكن الأونروا من بعد 48 تقريبا مباشرة. الله، المفوض بتاع أونروا قال لك ايه؟ قال لك انه اسرائيل على ما يبدو عندها اعتقاد انه اذا تم القضاء على الوكالة فساعتها تنتهي مسألة اللاجئ الفلسطيني والى الابد. وعندما تنتهي هذه المسألة وهذه القضية الكبرى فلينسى الجميع حق العودة، لم يعد وراءهم مطالب، لم يعد وراءهم داعم، لا يوجد وراءهم ظهير. لكن أقول لك إنه مصر هي المطالب والمدافع والظهير، وإن شاء الله لن ينتهي دور الأونروا في الأراضي المحتلة أبدا أبدا. عشان كده جزء من المذكرة المصرية كان بيقول كده: على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته. أقفوا قدام مسؤولياتكم. كل من يتقاعس أو يتراجع أو يغض بصره عما يحدث في الأراضي الفلسطينية شريك بجرم مشهود، يدين ملوثتين بدماء الفلسطينيين. أي دولة مهما بلغ حجمها أو ثقلها السياسي أو الاقتصادي، في الشمال كانت أو في الغرب، شرقا أو جنوبا، كل من وقف شريك حتى بصمته العاجز، كل من صمت شريك حتى بهذا الصمت وإن كان الصمت عاجزا، في حين إنه هذه الدول هي عواصم لصناعة القرار الدولي. إيه ده؟ إزاي؟ طب بيجي لهم قلب بعد كده يتكلموا على القضايا الإنسانية إزاي؟ يعني بيجي لهم دم يتكلموا على القضايا الإنسانية إزاي؟ بتروحوا تتكلموا مع دول وحكومات وتصدروا بيانات وتحاصروا دول اقتصاديا وتشجعوا على ضرب دول عسكريا لأمور لا تشكل حتى عشر معشار ما يحدث في الأراضي المحتلة من قبل هذا الاحتلال. أي مجتمع دولي وأي إنسانية؟ على كل، تعالى نروح لقصة أخرى وهي متعلقة بالتعليم العالي. التعليم العالي والتربية والتعليم. الوزارتين عملوا أو وقعوا بالفعل بروتوكول. البروتوكول ده الهدف منه إيه؟ إنه بتتعاون الوزارتين في إن هم يكتشفوا الموهوبين المبتكرين النوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا. طيب، زمان كان في حاجة اسمها نوادي العلوم في المدارس، حلو؟ ده واحد. اتنين، كانت نوادي العلوم دي هي جزء من المفارخ الرئيسية اللي منها بيطلع مجموعة من النوابغ بيتم توجيههم للكليات. ده بيروح كلية العلوم، وده بيروح كلية الهندسة، وده بيروح كلية الزراعة، وده بيروح كلية الطب، وده بيروح كلية الصيدلة وما إلى ذلك. هل لازالت نوادي العلوم قائمة؟ الله أعلم. طب البرنامج ده هيشتغل إزاي؟ ده مهم جدا، بحيث إنه البرنامج ده يشتغل فياخد هؤلاء النوابغ في المرحلة بتاعة ما قبل التعليم الجامعي، يذهبوا إلى التعليم الجامعي، هنا بقى وزارة التعليم العالي، فنبقى بنزيد من الاستثمار استثمارا. خلاص بقى بنركز معاهم. معانا على التليفون دكتور أمل نصر الدين، مدير إدارة البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. أهلا بيك يا دكتور. ألو دكتور أمل.
اهلا وسهلا بحضرتك وبجميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. كنا بنتكلم على بروتوكول التعاون اللي ما بين التعليم العالي وما بين التربيه والتعليم لاكتشاف النوابغ والمبتكرين في النواحي العلميه والتكنولوجيه الى اخره. البرنامج هيبقى شكله عامل ازاي او هذا التعاون هيتم ازاي؟ هو في الحقيقه صندوق رعايه المبتكرين هو ذراع من اذرع وزاره التعليم العالي، وهو كان شغال اصلا على الموضوع دوت من زمان. احنا شغالين على 3 قطاعات، قطاع التعليم ما قبل الجامعي، وقطاع التعليم الجامعي، والقطاع الخريجين والشركات الناشئه ورواد الاعمال. فطبعا قطاع التعليم ما قبل الجامعي كان ينقصنا في التعاون مع وزاره التربيه والتعليم، لان طبعا هي ماسكه التفاصيل الكبرى على مستوى الارض. فطبعا احنا كانت هتساعدنا بشكل كبير ان احنا نوصل للعدد الاكبر من الطلاب بتوعنا في المرحله ما قبل الجامعيه. وبالفعل احنا كنا عملنا برنامج السنه اللي فاتت، نادي الابتكار. يمكن حضرتك ذكرت نادي العلوم، هو حاليا نادي الابتكار. المفروض ان احنا اسسنا وخدنا از بايلوت كده مدارس ستام للمتفوقين السنه اللي فاتت. طبقنا على 19 مدرسه من المدارس ستام على جميع محافظات القاهره، جميع محافظات مصر. واسسنا كيان صغير جوه كل مدرسه من المدارس دي، اهلنا فيها مجموعه من المدرسين اللي تقدر تتعامل مع الطلاب المبتكرين، ازاي يكتشفوهم، ازاي يساعدوهم، ازاي يقدروا يميزوا ما بين الافكار المبتكره والافكار المقرره او غير القابله للتنفيذ. وبالفعل الكيان ده كان ليه عامل كبير في ان احنا نبدا نوجه طلابنا ان هم يسجلوا افكارهم الابتكاريه عندنا، وبدانا نقدم لهم الدعم المادي والدعم الخاص بالارشاد والتوجيه. خصصنا لكل مجموعه بفكره مبتكره مرشد وموجه من التخصص، الفكره اللي هو مقدمها من الجامعات كتخصص اكاديمي، بيسهل لهم، بيتناقش معاهم في الفكره من وجهه نظر التخصص، بيسهل لهم الدخول للمعامل، بيسهل لهم الدخول في الجامعات لتطبيق هذه الفكره. وده عمل اثر كبير جدا في الافكار، والحمد لله وصلنا ل 32 فكره بفريق 32 فريق طلابي من جميع المدارس على مستوى الجمهوريه، وتم عرضهم على معالي وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي في شهر 12 اللي فات. طبعا التجربه كانت ناجحه جدا الحمد لله، وعلى هذا الاساس تم توقيع البروتوكول ما بين وزاره التعليم ووزاره التربيه والتعليم، التعليم العالي والتربيه والتعليم. والمفروض ان احنا بقى هنتوسع بعد كده، احنا محتاجين ان احنا نخدم عدد اكبر ونتوسع على مستوى الجمهوريه في جميع المدارس. ده كان الهدف اصلا من نادي الابتكار، ان احنا يبقى لينا كيان ابتكاري جوه كل كيان تعليمي على مستوى الجمهوريه. طيب ده كلام حلو جدا. انا الحقيقه من كام سنه زرت المدارس المتفوقين، مدرسه في محافظه الجيزه، مدرسه في محافظه المنوفيه، مدرسه في جامعه في محافظه القاهره، وشفت ولاد يخضوا بصراحه، ولاحظت انه الافكار والشغل بتاعهم ده مش بتاع طلبه ثانوي، ده بتاع يعني طلبه في السنه النهائيه من كليات العلوم والهندسه والصيدله والزراعه وما الى ذلك، دون اي مبالغه عباقره، لان انا شفت قدامي ابتكاراتهم متنفذه. فهنا بقى يجي سؤال يا دكتور، هل احنا الولاد دول هل في مشاركه من القطاع الخاص بتبني ورعايه هذه الافكار في حاله انها تبقى صالحه للتطبيق والانتاج الكمي؟ جميل جدا. طيب احنا دور الصندوق اصلا المفروض ان الصندوق بيعتمد او هدفه الاساسي ان احنا ندعم المبتكرين والنوابغ على مستوى الجمهوريه. الدعم والتأهيل دوت بيكون في من خلال مجموعه كبيره من البرامج بيقدمها الصندوق، وما بتنتهيش بس بالفايز، يعني دايما المسابقه بتنتهي بالفايز او البرنامج بينتهي بمين الاول مين الثاني مين الثالث. احنا صراحه عندنا المرحله اللي بعد كده ان احنا بناخد الافكار المؤهله، يعني بناخد توب 5 او توب 10، وبعد كده بنوجههم ان هم يتعاملوا مع الاندستريز اللي بتشتغل في نفس مجال افكارهم، يا اما بنوجههم لانفستورز. ودوت التوجه العام للدوله دلوقتي ان احنا نشجع المنتج المصري وندعمه بكل تفاصيل الاحتياجات الصناعيه. ويمكن احنا بدانا برنامجين قريبين، ان احنا جبنا
بدل ما ندخل الولاد بافكارهم الابتكاريه، لا احنا رحنا للصناعه وقلنا لهم ايه المشاكل اللي عندكم اللي عايزين الطلبه يشتغلوا عليها. وده كان برنامجين متقدمين مع طلاب الجامعه، وبدانا ناخد من ارض الواقع ونودي للطلاب ان هم يعملوا البروجكت بتاع التخرج بتاعهم على المشكله الحقيقيه الواقعيه اللي موجوده على ارض الواقع في المصنع. وبالفعل احنا بدانا البرنامجين دول السنه دي الحمد لله عليهم اقبال شديد جدا جدا جدا، ومتولين بدعم كبير جدا جدا من معالي الوزير، وده طبعا ماشي مع توجه الدوله. طيب وده بيتماشى بعد كده ان احنا بنوجه بقى، يا اما بنوجه الطالب دوت اللي هو خارج بقى من المرحله الثانويه لو في الاطار الحديث بتاعنا على البروتوكول بتاعنا ما بين وزاره التربيه والتعليم، لما الطالب دوت يبدا يتفوق احنا بعد كده بنشوف بندرس الافكار دي ونبدا نوجهها، يا اما الطالب ياخد منح دراسيه سكولرشيب جوه الجامعات الحكوميه او الجامعات الاهليه او الخاصه جوه جمهوريه مصر العربيه، او ان هو يتوجه ياخد احتضان للفكره في المؤسسه الخاصه بالفكره ديت او التخصص الخاص بالفكره، او ان هو يتوجه الانفستورز يوجهوه ويديله خبرتهم، ممكن يتاح لهم فرص تدريب في المصانع او يطبقوا ابن بروتوتايب ومنتج صغير يبداوا يطبقوه في المصنع يشوفوا اثره ايه. فده هو السايكل اللي يمكن بعد الفوز. طب حضرتك جاوبتيني على سؤال انا كنت هساله، لان انا لما رحت المدارس دي كانت لسه ما اتعمل الكلام ده، كان من حوالي 7 سنين ويزيد قليلا، ما كانش لسه في عندنا الجامعات الاهليه، ما كانش لسه في الجامعه اليابانيه، ما كانش لسه في جامعه زويل، يعني كل هذه الصروح ما كانتش لسه خرجت للنور. فكان الولاد حتى وقتها بيتكلموا على مسألة السفر للدراسة خارج البلاد والمنح اللي ممكن تقدمها الدولة. النهاردة أصبح في عندي هذه الصروح الحقيقة الأكاديمية، وعلشان كده أقول لحضرتك حضرتك جاوبتي على السؤال قبل ما أسأله. هيفضل لي الحتة بتاعت والله، وأنا لا أقلل من القدر ولا أسفه منه، لكن هقولك باتمان، يعني إيه باتمان؟ الراجل الغني قوي خالص ده اللي عنده منشأة صناعية كبيرة جدا وبيستثمر في التكنولوجيا. أنا عندي باتمانز كتير في مصر، دول بيصنعوا عربيات، ودول بيعملوا مش عارف artificial intelligence، ودول بيعملوا كذا، ودول بيعملوا كذا. إحنا بنوجه ولادنا دول لهؤلاء المستثمرين، والناس دي أعتقد أنهم يعني عندهم عطش حقيقي للمزيد من الأفكار والابتكارات. هل إحنا عاملين البروتوكول ده، أو يعني إحنا مظبطينها ورسمينها، عاملين خطة واضحة؟ هو بالفعل يعني مرحلة الانفستورز للطالب الثانوي دي بتبقى مرحلة متأخرة شوية. أنا باخد الطالب من وهو لسه في المرحلة الثانوية، باخد فكرته بطورها، بديله دعم مادي عشان يطور الفكره، بتاح له يدخل في معامل عشان يطبق الفكره بتاعته بالشكل اللائق وبالشكل المناسب للبحث العلمي. ببدا اخده بعد كده لو اتاهل توب 5 زي ما انا قلت لحضرتك او توب 10، يبدا يدخل الكليه في بروجرامز اكبر شويه، يبدا يدخل الاندستري، يدخل في تحديات واقعيه، يدخل في مشروعات طلابيه ومشروعات تخرج. البرنامج اللي حضرتك بقى بتقول عليه في الباحثين R2E اللي هو ده برنامج المفروض ان هو بعد ما بيتخرج من الكليه، يعني انا المفروض ان انا ماشيه معاه ستيب باي ستيب عشان المايند بتاعه يبقى فيه تطور على مدى المراحل التعليميه بتاعته. فانا في البرنامج اللي هو الخاص بالباحثين المفروض ان هم عملوا لنا بالفعل ادينا لهم دورات تدريبيه خاصه برياده الاعمال، لان طبعا الباحث هو مرتبط يعني هو في المعمل بيعمل بحثه ومش مرتبط بالسوق. ففي سايكل، في جاب ما بين الباحث جوه المعمل وما بين ان انا اخرج البحث ده بمنتج ينفع للسوق، وازاي اسوقه، وازاي وايه النيد اللي موجوده في بره ممكن اخدمها بالمنتج بتاعي اللي هو تم انتاجه از بحث علمي، يعني زي هو بحث علمي وملوش علاقه بالسوق. فالبرنامج ده بيسد الجاب دي، ان احنا بندي للباحثين دورات تدريبيه، برنامج مكثف ان هو يبدا اللي عندهم افكار بحثيه مبتكره يبدا يشوف البحث بتاعه ده هل نطبقه ازاي في السوق بتفاصيله، ازاي يعمل بزنس موديل، ازاي يعمل ميزانيه، ازاي يعمل بادجت للمشروع بتاعه، ازاي يحط تفاصيل كل المشروع بتاعه از ستارت اب. حلو ان هو يبدا يبقى عنده شركه ناشئه خاصه بيه بالبحث، بالفكره البحثيه المبتكره اللي هو طلع بيها من المعمل، ويقدر ساعتها يجيب عليها فاند بقى. هو ده اللي حصل بالفعل في شهر 12 اللي فات، احنا طلعنا الناس اللي اتأهلت في 3 دورات من R2E، وقابلوا
انفستورز، اتحنا لهم ان هم يقابلوا انفستورز يرشدوهم المنتج ده يروح فين. وبالفعل بدانا نكتب عقود، المفروض ان احنا في طي المرحله الحاليه ان احنا بنتفق مع الانفستورز ان هم يكتبوا يعملوا بروتوكولات مع الباحثين اللي فازوا او الباحثين اللي تاهلوا او اللي وصلوا بالمنتج بتاعهم لشكل ينفع ينتج حاليا وينزل السوق. فدي المرحله الاخيره من الـ من الـ من الـ يعني ان انا اوصل بقى ابقى عندي شركه خاصه ويبقى عندي فكره مبتكره وتطلع منتج يبدا الناس تشتريها وابدا الناس انا اشغل بدل ما انا بشغل لوحدي انا بشغل ناس معايا، يعني انا بشتغل وبشغل ناس معايا. صح. فدي ده يعتبر النقطه اللي احنا عايزين نوصل فيها في كل البرامج اللي بتطبق على الثلاث مراحل. حلو حلو جدا جدا جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، ويعني طولت عليكي، كل الشكر دكتور امل نصر الدين مدير اداره البرامج بصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. هي باتمان سيندروم دي هي اللي بقولك عليها، يعني متلازمة الرجل الوطواط، هذا الرجل اللي يبقى عنده منشأة صناعية وتكنولوجية كبيرة ويستقطب الباحثين والعلماء والمبتكرين. فأنا عارف ان احنا عندنا بقى باتمان كتير، يعني هو برنامج شقيق، يعني ده تبعنا في الشركة. انا بشوف شارك تانك، انا من الناس اللي معجبة جدا بشارك تانك، ومن الناس اللي معجبة بالتأكيد بالشاركس، لكن معجب قوي بالشبان اللي بيتقدموا بالمشروعات وبالأفكار بتاعتهم للقروش شاركس جدا. وأنا أعتقد أنه الشاركس دول، ويمكن أخص بالذكر أيمن وحمادة عشان أنا عارف الاثنين وبحبهم قوي وبحترمهم قوي، يمكن عشان هم دول انا عارفهم كويس، يعني الاتنين دول يقول لك عليهم تقدميين، الناس اللي بتحب كلام الاجانب بروجريسيف، هم باصين لقدام بتاع 100 خطوه. حلو، انا اعرفهم كويس، يعني اعرفهم فانا عارف طريقه تفكيرهم، اتكلمت معاهم سمعت هم بيفكروا ازاي، وتلاحظهم حتى في المناقشات بتاعه البرنامج هم كده تقدميين جدا، نطين لقدام. أنا أعتقد إنه الصندوق ينسق مع شارك تانك، والله ما بهزر، أنا بتكلم بأمان. ده شكل من أشكال التكامل، يعني تخيل كده لما يبقى فيه تكامل، إحنا بنتكلم عليه بروتوكول التعاون ما بين التعليم العالي، التربية والتعليم، والمتحدة من خلال برنامج شارك تانك، والله ما بهزر، أنا بتكلم بجد. يعني أتمنى إنه زملائي الأعزاء والمسؤولين في الشركة يبحثوا الفكرة، يعني ممكن تبقى فكرة مش صح أو مش سليمة أو غير قابلة للتطبيق، بس يبحثوا الفكرة دي، إنه المبتكرين الشبان الجدد اللي طالعين دول من المدارس والباحثين بتوع الجامعات واللي على وشك التخرج أو حاجات، أو حتى اللي بدأوا أو اللي اتخرجوا بدأوا يشتغلوا على أبحاث الماجستير والدكتوراه بتاعتهم، يتم التكامل ما بينهم والتنسيق ما بينهم وما بين شارك تانك. ده مهم، هم دول بقى باتمان بتوعنا، ويبقى في عندنا باتمان فالي زي سيليكون فالي كده. بص احنا نقدر، احنا نقدر وهتشوف. فاصل ونكمل الكلام. كمان هي بتحتفل ب اليوم العالمي للسرطان. الحقيقه امبارح بس احنا كنا في مبادره ريحانه، مبادره ريحانه يعني لتعليم وتدريب وتوعيه الفتاه المصريه برعايه كريمه من السيده انتصار السيسي، كان فيها تعاون مع ايضا بهيه للتوعيه للمرض بالكشف العادي، البنت تبقى عارفه تقدر تعمل ايه. فيعني شيء مهم جدا ان احنا نلاقي كده الوضع دوت والشكل ده، واحنا كوزاره متعاونين يعني معهم على طول. احنا النهارده في مؤسسه بهيه بنحتفل باليوم العالمي للسرطان، وبنرسل رساله دعم لكل محاربات السرطان ومحاربين كمان السرطان، وبنقول لهم ان احنا في ظهرهم وحاسين بيهم. ودعينا سياده الوزير وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ولبى الدعوه، هو دايما معانا، هو النهارده شرفنا بالحضور عشان يشارك في ماراثون بيجري فيه
متطوعين ومحاربات للسرطان، وهو جري معانا وشارك معانا في اليوم. الحمد لله بهية، كل مصر عارفة الدور الكبير اللي هي بتقوم بيه من توعية ومن كشف مبكر ومن علاج وكمان من دعم نفسي. فالنهاردة ده أحد أوجه الدعم النفسي، إن بهية بتقول إن الرياضة مهمة جدا. الحمد لله النهاردة حتى اليوم جميل ومشمس، وكان فعاليات وعملنا جارية، وكنا كلنا مع مريضات بهية ومع ناس كتير جدا من جهات كتير جات معانا في اليوم. فإحنا سعداء باليوم ده، ودايما إحنا بننشر التوعية لكل سيدات مصر، والحمد لله إنه كان يوم جميل. ممتنة جدا لبهية في كل حاجة حلوة بتعملها لنا. بهية عالجتنا وبالدواء، والحمد لله أنا يعتبر متعافية في مرحلة يعني السنة الأخيرة من الهرموني. وبهية يعني بصراحة يعني ادتنا كل أمل وكل تفاؤل في الحياة، بعد ما كان الواحد ما عندوش أمل لما اكتشفنا المرض، ولكن في ما دخلنا بهية حسينا في دعم نفسي بيدعمنا وفي اهتمام طبي فائق. بصراحة أنا عملت العملية وأخدت الكيماوي، ما تكلفتش ولا جنيه. وطبعا أنا في الفاصل وقفت قدام التلفزيون علشان أشوف الحفلة في دار الأوبرا المصرية، فحظي الرائع والعظيم إن أنا لقيت فيها حاجة حلوة، وعمر خيرت ربنا يا رب يديله الصحة قاعد بيلعب على البيانو بنفسه، حاجة جميلة، حاجة عظيمة، حاجة بديعة. لهذا أقدر أقول لك إنه لوكيب الفرنسية بتقول إن محمد صلاح على رأس أولويات نادي باريس سان جيرمان. ليه؟ هو امبابي مشي، طيب يجيبوا مين بداله؟ ده كلام اللي موجود في هذه الصحيفة، بيقولوا إنه باريس سان جيرمان بيفكر بجدية في إنه محمد صلاح يأتي على رأس الأولويات. طيب السؤال بقى، يا ترى هل ترى إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا صحيح محمد صلاح وليفربول هيفكروا في الموضوع بشكل جدي ولا لأ؟ ويا ترى هل ترى برضو العرض المقدم هيبقى عامل إزاي؟ يعني الكثير من علامات الاستفهام يجب أن احنا نحاول نجد لها إجابة. وخير من يحدثنا في هذا الموضوع أستاذ محمد منظور، الصحفي الرياضي الكبير بجريدة وموقع sport.fr France. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ يوسف، واهلا بحضرتك وليك وحشه كبيره. وحضرتك اكتر يا استاذ محمد، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه بقى القصه بتاعه باريس سان جيرمان مع محمد صلاح؟ بص يا استاذ يوسف، هسالك سؤال كده بالمصري، انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ هتقولي الحق طبعا، هقول لك يعني في ناس تقول لك ابن عمه. ساعات الحق يجيب مشاكل، يقول لك طب هات ابن عمه. مبدئيا عشان نتكلم في القصه دي بس لازم ندرسها من كل ابعادها. باريس سان جيرمان طبعا في كل الحالات يحتاج لاعب مهم زي محمد صلاح يكون معاه مؤثر بشكل كبير، ولكن في اعتبارات لازم نحطها في الحسبان. مبدئيا كيليان امبابي بيلعب في المكان اللي هو عكس محمد صلاح، اللي محمد صلاح ما بيلعبش فيه. طيب محمد صلاح معاه مين في نفس المكان؟ معاه ديمبلي، عثمان ديمبلي في نفس المكان في باريس سان جيرمان. اذا يبقى باريس مش محتاج لاعب في المكان ده. الامر طرح وتم الحديث عنه من ضمن مجموعه كبيره من اللاعبين اللي اتكلم عنهم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لويس انريكي، ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه لا ارى لا من مصلحه باريس التعاقد مع محمد صلاح، ولا من مصلحه محمد صلاح الذهاب لباريس سان جيرمان، لانه بيلعب في افضل دوري في العالم، واحد من احسن الفرق في العالم، في فريق محترم كبير صنع معاه تاريخ كبير، يستطيع صنع معاه تاريخ اكبر. الكلام الدائر الان ان هناك الاقرب لخلافه يورجن كلوب تشافي الونسو المدرب الكبير واللاعب الاكبر في ليفربول في سنوات سابقه، وتشافي اعتقد انه هيكمل نفس مسيره كلوب. صلاح النهارده بيتمتع شخصية وشعبية وجماهيرية وأرقام كبيرة لازم يحافظ عليها في ليفربول، فإذا أراد الانتقال هذه حريته الشخصية ومن حقه تماما ياخد قراره، لأن ده
بالنسبه له مستقبله ووضعه المالي والاجتماعي وكل هذه الاشياء. ولكن لو هتيجي تسالني انا عن رايي الشخصي، لا احب انتقال صلاح من ليفربول. وحتى لو هو اختار الانتقال، بشوف ان خطوه باريس سان جيرمان لن تكون خطوه جيده بالنسبه له. طب ساعات، وصححني لو انا غلطان، البعض يعني شهيته تبقى مفتوحه لخوض تجربه جديده حتى وان الكل خالفوه الرأي، يقول لك دي تجربة جديدة ولازم أخدها. وأحيانا أخرى ممكن يبقى العرض المقدم لليفربول مغري جدا، والراتب المقدم لصلاح أيضا ممكن يبقى مغري جدا. أتفق معاك تماما، لكن لو هنروح على حسبة الأمور المادية، فبالطبع كان عرض السعودية كان أكبر بكتير من العرض اللي ممكن يدفعه باريس سان جيرمان ومحمد صلاح، أو الراتب اللي هيدفعه باريس سان جيرمان طبعا لا يقارن بالراتب اللي كان معروض عليه في المملكة العربية السعودية. وفي النهاية ليفربول رفض ومحمد صلاح امتثل للقرار وانتهى الأمر. فبالتالي خد تجربة ده بيخضع لعدة مقاييس وعدة أمور أستاذ يوسف، مش من ضمنها بس المال. يعني المال أكيد شيء مهم، ولكن في حسبة الأمور الرياضية، في حسبة الأرقام الشخصية، في حسبة إن أنا النهاردة عندي 31 أو داخل على 32 وصلاح بسم الله ما شاء الله من اللعيبة اللي محافظة على جسمها وعلى وزنها وعلى تمرينها، وقادر إنه يلعب لحد 36 و37 سنة بمنتهى السهولة، حتى لو هيقضي آخر سنة أو أخير حياته كلاعب مش أساسي بنسبة 100% كما هو الحال الآن، ولكن موجود وبيكسر أرقام. يعني هي الفكرة طبعا ده ما أنا قلته، هرجع أقول ده هي هو قرار وهو مستقبل وهو أدرى بيه. ولكن خطوة الانتقال لباريس أثبتت فشلها عند العديد من اللاعبين السابقين، في كتير ندموا منهم ميسي نفسه ندم وأعلن صراحة ندمه على الانتقال لباريس، مش لأن باريس وحش ولا أنه ما بيدفعش، لا بالعكس ميسي كان بياخد أعلى راتب موجود هناك، ولكن الأمور مش أحسن حاجة في نادي باريس سان جيرمان. النادي عنده بعض المشاكل، وارد بخروج كيليان مبابي الامور تتغير، الفريق يتجه للجماعيه اكثر، لا يعتمد على نظريه النجم الاوحد كل هذه الاشياء. ولكن في النهايه هو مشروع لم تتفق معه حتى الان، رغم مرور حوالي 15 سنه على شراء مجموعه قطر لنادي باريس سان جيرمان، حتى الان بيتخبطوا، في حين ان يعني مشروع مانشستر سيتي على النقيض ثبت صحه قرار يفين في هذا النادي وصحة تعاقداتهم وكل هذه الأمور مشت في طريق صحيح، اتجهوا لطريق صحيح. الأمور صعبة، وبالتالي دي بتتحط في حسابات بعض اللاعبين وهم رايحين يلعبوا في أي مكان. طيب هحط معاك فرض جدلي، يعني لم يتم الحديث على الإطلاق عنه ويمكن ما يكونش هيحصل. ماذا لو مثلا برشلونة أو ريال مدريد اتكلموا مع صلاح او اتكلموا مع ليفربول علشان صلاح، وجهة نظرك انه صلاح يسيب ولا يكمل مع ليفربول؟ تتكلم في اكبر ناديين كرة قدم في العالم، شئنا ما بينا هم الناديين الاكبر واصحاب الشعبية الاكبر في الكورة، حسابيا ورياضيا محمد صلاح في ريال يروح يركب على اي حد، لان المكان الخط بيقطع حبتين. معلش انا عارف انه ممكن يبقى الشبكة من باريس للقاهرة مش مظبوط كده، ماشي تمام. فبقول لك طبعا الاتجاه لريال مدريد بالنسبة لمحمد صلاح يكون قرار افضل بكتير طبعا، لانه في النهاية مكان موجود ما مش هيبقى فيه نزبيه عنده امور. هو الخط بيقطع، الخط غالبا انعدم تماما. على كل إن هو كان فرضا جدليا، انا بشكرك جدا 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 استاذ محمد مندور الصحفي الرياضي الكبير بجريده وموقع سبورت دوت اف ار الفرنسي بطبيعه الحال. ويمكن كان واضح من كلام استاذ محمد مندور انه في الحاله بتاعت ريال ولا برشلونه هنا الحاله مختلفه تماما. تعال اخدك ونرجع مره تانية ولا زلنا في الكوره، ولكن الكوره المصريه بقى في قطبيها، الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. نادي الزمالك وجه دعوه لمجلس اداره النادي الاهلي انه اتفضلوا نورونا في قلعتنا البيضاء، وده شيء اكتر من رائع مش غريب.
خد بالك، لا غريب على الزمالك ولا غريب على الأهلي، يعني الدعوات المتبادلة بالنسبة لي ده شيء مش غريب. هو الغريب إنه كان يبقى فيه شكل من أشكال القطيعة، لكن ما حدث هو ده الشيء الطبيعي. ولكن بعد فترة ما يمكن تكون فيها بعض الشد والجذب، فترة ما كان يمكن فيها شيء من التوتر أو كثير من التوتر، صفها كيفما شئت، إلا إنه حصلت الدعوة. والحقيقة إنه الأهلي خد قرار إنه يلبي الدعوة ويذهب لزيارة القلعة البيضاء، وده شيء أكتر من رائع. قدام حضرتك على الشاشة بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يبدي إنه بيلبي دعوة الزمالك، وانه هيزور النادي بكره، وانه يعني بيبدي اعتزازه الشديد ويؤكد على العلاقه ويؤكد على العلاقه الراسخه ما بين الناديين. معايا على تليفون استاذ طارق رمضان ناقدنا الرياضي الكبير بالاهرام. اهلا بك يا استاذ طارق. مساء الخير يا استاذ يوسف، ومساء الخير على جميع المشاهدين، واهلا بحضرتك. كيف رايت هذه الدعوه وتلبيه الاهلي للدعوه يا استاذ طارق؟ دي تلبية الأهلي للدعوة ده حدث تاريخي، يعني احنا منتظرين بكرة كلنا هذا الحدث التاريخي، ان كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي يدخل الى مقر نادي الزمالك تلبية لدعوة كابتن حسين لبيب، عندما قام هذا المجلس كابتن حسين لبيب ومجلسه بالنجاح في الانتخابات، بدأ اول خطوة ليه ان هو يوجه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة نادي الزمالك. لكن طبعا حضرتك عارف الأحداث اللي مر بها النادي الأهلي، سواء مشاركاته في كأس العالم أو وفاة السيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وانشغال النادي الأهلي بكل هذه الأحداث هو اللي أجل الدعوة. لكن غدا ده يوم فاصل تماما ما بين علاقات سابقة وعلاقات لاحقة، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لأول مرة يزور مقر نادي الزمالك في التاريخ الحديث. كمان هذه الزيارة جاءت في موعد مهم جدا وحساس جدا وخطير جدا، احنا يمكن لاحظنا الأيام اللي فاتت كان في بعض المشادات والملاسنات والخلافات حوالين صفقات وحوالين حاجات كتيرة جدا، فالنهاردة النادي الأهلي بوجوده مع نادي الزمالك في مقر واحد وفي مقر نادي الزمالك تحديدا في 100 عقبة بيخلص كل هذه المشاكل. أيضا هتلاقي هذا التوقيت جاي قبل كاس نهائي كاس مصر الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، وجود الطرفين معا غدا لمناقشة العديد من الملفات ومناقشة العديد من المواقف والاتفاق، يعني زي ما بقول كده اتفاق تاريخي ما بين الاثنين على عدد كبير جدا من التلافي الخلافات، والظهور بمظهر مشرف جدا في المملكة العربية السعودية في هذا النهائي الذي يعد أيضا تاريخيا، لأنه حضرتك عارف أن أول مرة كاس مصر أو مباراة النهائي لكاس مصر تنقل خارج مصر في إطار خطط جديدة للتسويق الرياضي والتسويق بمعناه اللي احنا نعرفه إحضار المزيد من الدخل للأندية، لأن الأندية طبيعي سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو غيره عنده التزامات كبيرة جدا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بالنسبة للأندية، فبالتالي النهائي ده أيضا جاء تاريخيا. فإحنا قدام موقف يحدث لأول مرة بين المجلسين، اتنين المجلسين هنا بينهوا كل خلافاتهم، لقاء ما بين كابتن حسين لبيب وكابتن محمود الخطيب والمجلسين داخل مقر نادي الزمالك تحديدا، برضو بيبعت رسالة كبيرة جدا للجماهير ان احنا متألفين، ان احنا متفقين، ان احنا ما عندناش اي خلافات، ان احنا بنتنافس منافسة شريفة جدا في الدوري وفي كاس مصر وفي المسابقات الافريقية، وما فيش اي خلافات ما بين الاثنين. الملفات اللي هم هيناقشوها بكرة دي مهمة جدا، لان انت عارف يا استاذ يوسف ان النادي الاهلي تحديدا ونادي الزمالك دول قطبين الكره المصريه، عندما يتفقان على خطط او على طرق لترتيب سواء بقى الصفقات او ترتيب تحديد سقف لاسعار الصفقات، يعني السقف بتاع التعاقد مع لاعبين مثلا ما يكونش اعلى من كذا، ده لسه ده ملف مهم جدا، فبالتالي هنا بينقل هذا الملف بعد الاتفاق الى اتحاد الكره والى الرابطه، فهنا الاتفاقات اللي هتتم بكره ما بين الفريقين اعتقد او ما بين الناديين اعتقد ان هي هتمهد لوضع جديد داخل الكره المصريه.
أنا بعتقد كده، مش بس في الكورة الحقيقة لكن في الرياضة المصرية بشكل عام. أنا بشكرك جدا أستاذ طارق، كل الشكر أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي الكبير بالأهرام. أنا بتكلم على الرياضة، بتكلم على الرياضة ليه؟ لأن أنا بتكلم على أكبر ناديين رياضيين، إن لم يكونوا الأكبر من حيث الإمكانيات المادية فهم الأكبر من حيث التاريخ، من حيث السمعة الرياضية، من حيث الشهرة، من حيث التأييد، من حيث عدد المشجعين من الشرق إلى الغرب العربي. الأهلي والزمالك دول قيمتين كبار جدا في الرياضة وفي الكورة بشكل خاص. فمسألة مش هقولك بقى هدوء العلاقات، لأ، عودة الود مرة تانية ما بين قطبي الكرة العربية، ما بين قطبي الرياضة العربية، يصلح الكثير جدا 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 من الأمور في المشهد الرياضي. هو المشهد كان باظ بس الحمد لله. كرم واسع. فاصل، انتوا فاهم؟ تمام، فاصل ونكمل الكلام. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم، نسينا تلفت القلب. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين. وتركنا فيك خير ما فينا. شهداءنا الذين نوصيكم بهم خيرا. تسعة واربعين سنة، لا بلاش تسعة واربعين سنة، تقريبا قول مثلا ايه اربعين سنة، يعني من ساعة ما بدأ ذهني يستوعب محمود درويش كان عندي يجي تسعة عشر سنين. ما قدرتش افهم ايه سر محمود درويش. ساحر، ساحر، مفيش حد كتب كده، ده في وجهة نظري متواضعة. طيب خلينا نرجع لفقرتنا. اهلا بحضراتكم. مصر فتحت جبهة جديدة، يعني مصر تفتح كل الجبهات ولا تدخر وسعا،
وزي ما انا كنت بقول في مقدمه الحلقه في الاول خالص تقريبا على حوالي الساعه 10، محدش يزايد على الدور المصري، لانه دور مصر بدا مع القضيه ويمكن من قبلها بشويه كمان، ولنا في ذلك حديث اخر. لكن الجبهه الجديده اللي فتحناها هي امام محكمه العدل الدوليه لفضح هذه الممارسات الاسرائيليه او ممارسات الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربيه ما بين قوسين فلسطين. معايا داخل الاستوديو منورني ومشرفني دكتور احمد فوزي، استاذ القانون الدولي وعميد كليه الحقوق جامعه بني سويف. منورنا يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ أهلا. كله تمام. ايضا سياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، اهلا بحضرتك يا فندم. يوسف، والف مليون سلامه. ميرسي قوي. ميرسي قوي. طيب انا يمكن هستاذن دكتور احمد فوزي، ده انا عايز ابدا مع سعاده السفير على الجمله اللي قالها المذيع، ان الدور المصري بدأ حتى من قبل 48 لأجل هذه القضية، وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، وصولا للحظة الحالية وهي المذكرة المصرية أمام محكمة العدل. في واقع الأمر حضرتك محق طبعا. موقف مصر حكومة وشعبا بالنسبة لنصرة فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية، ده سابق على قيام إسرائيل في مايو عام 1948. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر مش قضية فقط الحقوق الوطنية المسلوبة للشعب الفلسطيني، هي قضية أمن قومي مصري. كانت قضية أمن قومي مصري في 48، وما زالت قضية أمن قومي لمصر في عام 2024، بغض النظر عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ما غيرتش حضرتك هذه المعاهدة، ما غيرتش في ثوابت تاريخية في منطقة الشرق الأوسط. والدليل على ذلك أنه من 67 لغاية هذه اللحظة نحن نتعامل مع الضفة الغربية أن هي أرض محتلة، بنتعامل مع غزة إن هي أرض محتلة. حتى ديباجة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 79، وقبل ما أقول يعني اتفاقيات كام ديفيد، اتفاقيتين كام ديفيد في سبتمبر 78، اتفاقيتين. اتفاقية تتعلق بمصر وإسرائيل، واتفاقية 8 إطار السلام في الشرق الأوسط. الديباجة، ديباجة معاهدة المعاهدة المصرية الإسرائيلية الموقعة في واشنطن في 26 مارس عام 1979، والديباجة بتاعت المعاهدات جزء لا يعني في قانون المعاهدات، ديباجة المعاهدات جزء لا يتجزأ من صلب المعاهدة. الديباجة بتاعت معاهدة السلام بتقول إيه؟ اسمحوا لي بس أشوف. اقتناعا بالضرورة القصوى للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط في إطار قراري مجلس الأمن 242 و338، الالتزام بإطار السلام في الشرق الأوسط بكامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، اقتناعا بأن التوقيع على معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل يمثل خطوة هامة في عملية السعي للسلام الشامل في المنطقة وللتوصل إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي بكامل أبعاده. وبالتالي ما أقدمت عليه مصر اليوم أولا هو خطوة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاستراتيجي، خطوة في غاية الأهمية، وخطوة يعني أعتقد أن هي هتحظى بتأييد واسع من الجماهير المصرية بدون استثناء. الجماهير المصرية كانت منتظرة وكانت متوقعة وكانت مطمئنة أن في رد قوي من مصر على ما يدور في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر. فدي شارة استجابة أولا للتطلعات الشعبية،
واستجابة حضرتك ليه استجابة قوية وجاءت في وقتها لتمادي الإسرائيليين في عدوانهم على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية طوال الأربع أشهر الماضية، احنا داخلين في الشهر الخامس لهذا العدوان، كانت بتتصرف أن مصر لن تتحرك، أن مصر لن تتحرك. اليوم مصر تحركت، وتحركت بقوة، وتحركت بقوة في إطار ميثاق الأمم المتحدة، في إطار القانون الدولي العام، وفي إطار معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل. وما يعني ما أقدمنا عليه اليوم لا شك إن هو حيمثل للشعب الفلسطيني قدرة على الاستمرار في التصدي للعدوان الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وأعتقد أنه إسرائيل كلها في هذه الساعة وفي هذا اليوم في حالة تأهب قصوى. مصر دي مصر لماذا فعلت مصر هذا؟ وحيجعل في ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية أن هي تعيد حساباتها في مجمل الموقف، سواء في القطاع أو بالنسبة للقضية الفلسطينية أو بالنسبة لتعاملها مع الشرق الأوسط ككل. هو إذا كان بينهم رجل رشيد زي ما قلت، أليس بينكم رجل رشيد؟ واضح أن هذه الحكومة ليس فيها ولا واحد رشيد. وهنا هستأذن سعادة الوزير أن نرجع للدكتور أحمد فوزي حتى أتفهم أتبين من وجهة نظر القانونية كأستاذ للقانون الدولي كبير. يعني يمكن أنا اتعلمت وأنا صغير أن القانون الدولي هو قانون للأقوياء، وأنه الضعفاء لا يستطيعون التشبث أو الاستغاثة بهذا القانون. لفت نظري في المذكرة بتاعتنا أن احنا بنتكلم على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عام بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وما إلى ذلك. 75 عام ده معناها، واشرح لي بقى، أنا فعلا بتساءل، 75 عام هي مصر ضربت أو تعدت وتخطت حتى سقف الحديث عن 242 و67، تعدت حتى مسألة قرار التقسيم في 47، إعلان الدولة في مايو 48، هي ذهبت لما قبل ذلك. إنه الوجود أصلا وجود غير شرعي لهذا الكيان. أولا تحياتي لحضرتك ولمعالي السفير دكتور، وتسمينا للجهود المصرية في هذا الأمر، وتحياتي لأسرة البرنامج وكل السادة المشاهدين. نورتنا. الانطلاقة دي اللي حضرتك تفضلت بيها بتقلب الأمور رأسا على عقب فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، بتعيده لنقطة الصفر. لأن احنا مش بنطالب بمراعاة الأمور الإنسانية كما كان موجود أو الإبادة الجماعية زي أو الإغاثة أو الإبادة أو ما غير، لا بالعكس، ده أنا بتحدث هنا مباشرة ودي قوة المذكرة عن الكيان باعتباره وجوده من الأساس، وجوده من الأساس ككيان احتلال، كدولة احتلال، فبعيده للمربع صفر وبعامله طبقا لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال. إذا لو توصلنا لهذا الأمر وكانت استجابة المحكمة، وطبعا ده رأي استشاري فيما يتعلق بالمحكمة، ودي حتة مسألة يعني تحتاج شرح، تحتاج شرح كبير، تحتاج شرح بحضرتك، تحتاج شرح كبير خاصة في تفعيلها، لأن آراء محكمة العدل الدولية بتنقسم، يعني إما أن الدول بتتقاضى أمامها، وإما أن يحق لها أن هي يطلب منها آراء استشارية. آراء استشارية مقصورة على الأعضاء بالأمم المتحدة اللي هي فروع الأمم المتحدة كلها. من حق أي فرع بان مناقشته المسألة معينة زي الجمعية العامة كده وطرحت أمام هذا الأمر بتحريك من الإدارة المصرية في الملف ده، أن هي تناقش فكرة الآثار القانونية الدولية المترتبة على وجود الكيان في حد ذاته. الاستعمار الوحيد اللي موجود إلى الآن ولما يتم تصفيته هو الاحتلال الفلسطيني، صحيح، الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. فهي ضربة في عمق الوجود الإسرائيلي نفسه، مش بس إنها مسألة
طلب منه إنسانيات بقى ومع الغاسة. احنا فعلا زي ما حضرتك تفضلت المذكرة تجاوز إلى أفاق وعودة إلى المربع رقم صفر في عام 1948 لأنها منطالب بالآثار القانونية عدم الاعتراف، أولا تحميل إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك، ثم إخلاء الأراضي الفلسطينية بالكامل بما فيها القدس، ثم عدم الاعتراف بأي أثر قانوني خلفت بإسرائيل قواعد القانون الدولي، سواء كان قواعد القانون الدولي التقليدي، سواء كان قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء كان قواعد القانون الدولي المتعلقة بعدم أو بالمنع الاحتلال من أي إحداث أي تغيير ديموغرافي طبقا لاتفاقيات جنيف، لأنه كدولة احتلال أو كسلطة احتلال واجب عليها عدم إحداث أي تغييرات ديموغرافية في الأرض أو في السكان أو ما إلى ذلك. إسرائيل خالفت كل قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي التقليدية في التعامل مع الأراضي ومع الشعب الفلسطيني، حتى أنها فاقت الأفاق وشفنا العالم كله دلوقتي رأسا على عقب مقلوب، من له ومن ليس له ومن له ومن عليه، والعالم من أقصى إلى أقصى يدين هذه التصرفات الإسرائيلية. فقوة المذكرة في هذا الأمر ليس فقط المطالبة ب زي ما قلت لحضرتك مثلا الجوانب الإنسانية أو ما إلى ذلك، لا ده احنا قفزنا إلى مسألة عودة الكيان الصهيوني إلى المربع رقم صفر فيما يتعلق بأن وجوده أصلا غير شرعي غير شرعي، وبالتالي آن الأوان هذه القضية الراكدة على صدور الأمم المتحدة وهي القضية الوحيدة الاستثنائية التي لم تستطيع الأمم المتحدة حتى الآن أن تفصل فيها، 300 وكذا قرار من الجمعية العامة، أكثر من 188 قرار من مجلس الأمن كلها قرارات ملزمة، لم تستجب إسرائيل لقرار واحد من هذه القرارات. إذن هذه القضية تظل حجر عصرة راكدة على قلب الأمم المتحدة، ولم تستطع الأمم المتحدة حتى الآن أن تتحلل أو تحلل هذه القضية وتعيدها إلى حتى فكرة وجود الدولتين رغم إقرارها من فترة كبيرة من أيام أوسلو وغيره، لكنها إلى الآن لم تخرج إلى حيز النفاذ، بتخرج إلى حيز النفاذ وقت الأزمات ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد احتواء الأزمات. تنادي الأمم الولايات المتحدة وغيرها بضرورة حل الدولتين، فإذا انتهت الأزمة ما بنشوفش حل الدولتين ولا إجراءات جادة. إذن آن الأوان لتصفية الاحتلال، هذا هو فحوى المذكرة كما أقرأه كأستاذ للقانون الدولي، تصفية الاحتلال ليس فقط حل الدولتين يعني، وإنما القفز إلى تصفية الوجود الإسرائيلي كدولة احتلال للأراضي الفلسطينية. ماذا بقى مصداقية سعادتك المسألة أو مش المصداقية، نتكلم عن الجانب التنفيذي، هل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بيبقى له قوة تنفيذية زيه زي الأحكام؟ طبعا ما زلنا إلى الآن بنقول أن الوجود أمام المحاكم الدولية والقضاء الدولي وجود اختياري مش أوبلوجاتوري يعني أو ما هوش ملزم، وبالتالي الدول بتنقاد للتقاضي أمام محكمة العدل الدولي، لكن ده الرأي الاستشاري مرهون بالأجهزة، الأجهزة فقط التابعة للأمم المتحدة هي اللي لها الحق في أن هي تطلب رأي استشاري. قبل كده كان المجموعة العربية برضو وبضغط من مصر لجأت الجمعية العامة إلى تطبيق رأي استشاري يتعلق بالجدار العازل لما كانت إسرائيل يعني تقتطع أجزاء كبيرة جدا من الضفة، وخدنا فعلا في عام 2004 وحصلنا على حكم استشاري من محكمة العدل الدولية بأن هذا الجدار جدار عنصري وهو جدار يعني غير ملزم ويجب أن هو القضاء عليه. أنا هرجع على مسألة إلزامية هذه القرارات الاستشارية مهمة. ومسألة القواعد الآمرة يعني الفوارق ما بين قاعدة دولية آمرة وما بين حكما استشاريا عشان دي برضو حاجة الناس بتلتمس وأنا واحد من الناس بتلتمس فيها. وهنا هرجع مرة تانية لسيادة السفير حسين هريدي. أنا اتعلمت من أساتذتي وزي ما اتعلمت من حضرتك أعمل الهومورك، فجبت نص وعد بلفور، نص بالترجمة الأكثر دقة، وجبت نص القرار 242 بنسخته الإنجليزية ونسخته العربية. هبدأ ببلفور 1917، الرجل لم يعطي لليهود حق
الأراضي الفلسطينية بالكامل، وإنما حدد بأن لليهود حق في إقامة وطن في فلسطين، ما قالش في إقامة الوطن على الأراضي الفلسطينية أو على الضفة الغربية لنهر الأردن، ولا إدى أي وصف، قال وطن نصا، فشال الألف واللام، شال ذا، بل إنه كمل وقال على أنه لا يتم المساس لا بالمذاهب ولا بالطوائف ولا بالحريات الدينية ولا المساس بالسكان العرب الأصليين. فبلفور بقدر ما هو شيطان، تمام، ده قرأتي وأنا ممكن أطلع غلطان 100%، بقدر ما هو شيطان، بقدر ما هو حط مسمار جح، أنه هو أنتوا تاخدوا حتة تعملوا فيها وطن، يعني حتة مش كل، ومالكش دعوة بالعرب ومالكش دعوة بالمذاهب الأخرى ولا بالطوائف ولا بالأديان ولا بحريتها. وده طبعا هم خالفوا كل ذلك، حتى في القدس، حتى في المساجد، إلخ إلخ، في عموم الأراضي الفلسطينية. لسه امبارح بيقولوا احنا عايزين نحرق الخليل، يعني ده صباح الخير كده. لما جبت القرار بتاع 2-4-2 وحياتك أدرى مني ودكتور أحمد أقدر مني، القرار في النسخة العربي شالوا الألف واللام، فقالوا انسحاب إسرائيل من أراضي تم احتلالها، مش الأراضي التي تم احتلالها في 5 يونيو، قالوا أراضي، وكأنه القرار بتاع الأمم المتحدة إدى الحق أو إدى المساحة للصهاينة أنه ينسحب من بعض الأراضي أو كلها أو أقلها كيفما يرى. صحح لي يا سعادة السفير. دي قصة طويلة، حكاية قصة وعد بلفور، لأن وعد بلفور ده حضرتك أما نيجي نحلله يجب أن نحلله في الإطار الزمن، إطار التاريخي اللي تم فيه، وفي إطار تطور الحركة الصهيونية. ما أنا عشان بتكلم على فكرة الصياغات، يعني حضراتكم كدبلوماسيين وقانونيين حاجة الصياغة. أولا أنا أحب أوضح أن وعد بلفور ده طلع من وزير خارجية بريطانيا بذلك الوقت أرثر بلفور. هذا الوعد موجه، هي رسالة موجهة لورد روتشيلد. والرسالة أو الوعد دوت لأنه ديفيد وايزمان، حاييم وايزمان ساعتها، كان بيعمل في إطار الحركة الصهيونية وعمل مؤتمر بازل لا ده بازل حضرتك ده في نهاية 1898 تمام، ده كان ثيودور هيرسل وكان أصدر، وهيرسل كان أصدر كتاب اسمه دولة اليهودية، اللي على أساسه، ومؤتمر بازل الأول اللي على أساسه بدأ بقى حضرتك الاتجاه إلى فلسطين. تمام، الوعد بلفور بيقول غير بقى أن وعد بلفور ده 17، كان قبليه سنة 16 في اتفاق سايس بيكو طبعا بين بريطانيا وبين فرنسا. فوعد بلفور ده حضرتك جاء في إطار تقاسم المغانم أو الغنائم بين فرنسا وبريطانيا، والإمبراطورية العثمانية بتسقط. فوعد بلفور بيقول حضرتك الناشنال رايتس، خد بال حضرتك في الصياغة، عدم التوازن في الصياغة وعدم التوازن في حقوق اليهود والفلسطينيين أو السكان. هو ما استخدمش كلمة Palestinians، ما استخدمش، هو قال حضرتك الناشنال رايتس اوف جوز، ها ناشنال رايتس، الحقوق الوطنية لليهود. شوف حضرتك المكر والخبص الإنجليزي، ناشنال رايتس اوف جوز في فلسطين، وإن دوت لا يؤثر على السيفيليانز في المنطقة في فلسطين. وبعد كده وضعت فلسطين تحت الانتداب. وقصة نيجي بقى لحضرتك لو 242 اللي عمله هو لورد كاردن، وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت، في النص الإنجليزي والنص الفرنساوي. النص الفرنساوي أما نفسره الانسحاب من كافة الأراضي. النص الإنجليزي أما نفسره، الإسرائيليين بيفسروه بيقول لا ده لا يلزمني أن أنا انسحب من كل الأراضي اللي أنا احتلتها في 67. إحنا بنقول لا، بدليل
ان في معاهده السلام المصريه الاسرائيليه احنا دايما بنستند الى 242، وحتى المفاوضات حضرتك بتاعه 338 اللي هو قرار اللي صدر في 22 اكتوبر سنه 73، قرار 3 هتلاقيه حضرتك قائم على القرار مجلس الامن 242 الانسحاب من كل الاراضي. لكن القضيه احنا امام حركة صهيونية الهدف النهائي لهذه الحركة الصهيونية هو الاستيلاء أو إقامة دولة إسرائيل أرز إسرائيل من البحر المتوسط حتى نهر الأردن. في الصهيونية التصحيحية النص دولة إسرائيل بين مزدوجتين، ويستخدموا تعبير دولة إسرائيل. وهتلاحظ حضرتك في كل التصريحات اللي صدر عن المتطرفين في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي يقولك يتحدث عن دولة إسرائيل. هو بيقصد إيه؟ إحنا طبعا هنفسرها هنا دولة إسرائيل زي دولة مصر زي دولة فلسطين. لا لا، هو بيستخدم تعبير دولة فلسطين، دولة إسرائيل بين مزدوجتين إرز إسرائيل اللي هي من البحر المتوسط لغاية نهر الأردن. وهو ده هو ده اللي هم بيشتغلوا عليه الوقتي. وأنا بربط اللي بيحصل في قطاع غزة بتحقيق هذا الحلم الصهيوني، إنه بيخلي هذا الشريط الساحلي لفلسطين بالكامل. هم قالوها بقى، وبعدين سموريتش قالها صراحة، عملوا عملة، قال لحضرتك أولا بالنسبة للضفة الغربية الفلسطينيين قدامهم ثلاث خيارات. يا إما يقبلوا العيش في ظل السيادة الإسرائيلية، إما يتركوا ويذهبوا إلى الأردن أو أي دولة أخرى، أو إذا قاوموا استخدم تعبير سنقتلهم. ده بالنسبة للضفة الغربية. هذا الرجل، هذا الشخص سموريتش جه بقى عند قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي وقال إحنا الحل الأمثل إن يبقى فيه حوالي ما بين 100,000 و200,000 فلسطيني فقط في قطاع غزة، ونعيد بناء المستوطنات هناك. ومثلما تقوم المستوطنات في الضفة الغربية بالدفاع عن إسرائيل، خد بال أستاذ يوسف حضرتك، ده التعبير اللي هو استخدمه، مثلما تقوم المستوطنات، وظيفة المستوطنات في الضفة الغربية بتوفر الحماية لإسرائيل، المستوطنات المستجدة في قطاع غزة ستوفر الحماية لإسرائيل. وده جزء من سياق عام في عسكرة المجتمع هناك عموما، يعني صحيح. المجتمع نفسه معسكر صحيح. مسلح، بالإضافة أنه أصلا مجتمع جاي على أسس التطرف. طيب أخيرا، أنا فاضل لي قد إيه؟ دقيقتين بقى أحوال النبي عشان خاطري. دكتور أحمد فوزي، زي ما أنا كنت بقول، ما بين أن أنا أستخدم يعني القواعد الآمرة للقانون الدولي، وما بين المرافعة بالغرض الاستشاري أو المذكرة بالغرض الاستشاري. خليني أقول لحضرتك مبدئيا أن فكرة القواعد الآمرة لا تتأتى في ميثاق الأمم المتحدة إلا في قرارات مجلس الأمن، وطبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. مجلس الأمن هران، مجلس الأمن لدينا يوم الثلاث منتظرين منه آخر حاجة. والثالث مرة أعتقد أن مجلس الأمن مش هيوفق في فكرة أنه يعمل وقف كامل لإطلاق نار بعيدة، يعني رغم الإرادة الأمريكية اللي هي بتقول أنا بتفق مع نتنياهو في كذا وكذا، وأن احنا في بيننا خلاف، لكن عند الجد والاختبار الحقيقي في قرار جاد من مجلس الأمن وملزم، بتتراجع الولايات المتحدة الأمريكية للأسف، أو بتستعمل حق الفيتو، أو بيحول دون صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وده الهدف للعالم كله، ويمكن مساهم معنا في المسألة دي. عشان كده كان الأقرب للمسألة دي إن أنا أخد حكم ذو نفوذ أدبي. الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية مش ملزمة خالص، ولكنها ليها قيمة أدبية عرفية، والعرف مصدر من مصادر القانون الدولي طبعا. فهي وسيلة بان انا اضع مجلس الامن اخد يعني راي استشاري يدين كل ما قامت به اسرائيل وانتهاكاتها من 67 حتى الان،
ويعمل فوكس على مسألة أنها سلطة احتلال وأنها ملزمة بقواعد القانون الدولي وأنها خالفت كل قواعد القانون الدولي الإنساني وغيره والحدود والتهجير وغيره، الكلام اللي هو موجود في المذكرة. ثم بناء على ذلك نرى أن هذا الأمر بعد كده نصدر بحكم من المحكمة. الرأي اللي يصدر من المحكمة رأي استشاري بيرجع للجمعية العامة للأمم المتحدة تاني تتولى هي ملكات أو إمكانيات تنفيذه. إما أن هي ترى أن هذا الرأي الاستشاري والأبعاد الشديدة اللي خدتها الحرب على غزة وتهديدها لفكرة السلم والأمن الدوليين، وده المنطلق اللي احنا نشتغل عليه بعد ما نحصل على الرأي الاستشاري ده، صعادة لمجلس الأمن الجمعية العامة ترفعها بصيغتها الصادرة من محكمة العدل الدولية أن ده يمثل إخلال بالسلم والأمن الدوليين ويعرض أمام مجلس الأمن كجزء مهم طبقا لأحكام الفصل السابع. إذا نجحنا في هذا الأمر والعالم كله يعني أعتقد 52 دولة منظمات كتير الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالكامل تساهم في هذا الرأي الاستشاري، إذا هذا الرأي الاستشاري سوف يلقى محفلا دوليا هاما في أن هو يعمل فوكس على هذه الخروقات. إذا استطعنا أن احنا نأخذ هذا الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة يصدر من المحكمة ثم يلزم الجمعية العامة، هو مش ملزم لإسرائيل لكن للجمعية العامة تطرحه أمام مجلس الأمن باعتباره أنه أصبح إخلالا بالسلم والأمن الدوليين، هنا ينقلب الرأي الاستشاري إلى الجانب اللي حضرتك بتقول عليه قاعدة آمرة بقواعد القانون الدولي، ويجبر مجلس الأمن على أن يدرسه تحت أحكام الفصل السابع من المساق. ده المأمول فيما يتعلق يعني الأزمة بقى اللي بنواجهها أنه ياخد وقت كتير أو أنه هو يتم المماطلة أمام المحكمة أو أنه توسع دائرة سماع أكبر عدد ممكن من الدول، وبالتالي تنتهي تكون عادة الفترة. دكتور أشعر أنه ده مش هيحصل، بس هيروح لمجلس الأمن، في مجلس الأمن برضو هيروح معطله بس هيروح بحكم، هيروح برأي استشاري وحكم حالته، لأن اللي طلبت حضرتك مش دولة، ده اللي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة. فطلب الجمعية العامة المتحدة خلي بال حضرتك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المجلس التشريعي للأمم المتحدة، يعني هي بتضم كل الدول الأعضاء فيه الأمم. فهو الرأي هنا معبر عن حالة كل أعضاء الأمم المتحدة في ضرورة التوصل لحل الدولتين إن أمكن، وضرورة التوصل لتصفية القضية الفلسطينية باعتبارها الاحتلال والاستعمار الوحيد اللي قابع على صدور البشرية حتى الآن، وهو النقطة سودة في جبين الأمم المتحدة لم تستطع حتى الآن أن تتحلل منها. بالمناسبة بس تعليقا، الرئيس المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في نيويورك أعلنت أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعارض مشروع قرار اللي الجزائر هتقدمه لمجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم، لأنه دوت على حسب تقدير الولايات المتحدة الأمريكية أن ده بيتعارض مع الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن ولوقف للقتال. بياخدوا موقف استباقي، يعني هروب للأمام على طول اللي هو بيلحق شيء قاتل. الحقيقة أنا واحد من الناس لا أثق في مجلس الأمن ولو خطوة واحدة لقدام، يعني ما فيش مرة مجلس الأمن وقف مع قضايانا العربية. خليني الأول أشكر حضراتكم جدا جدا جدا، دكتور أحمد فوزي نورتنا وشرفتنا، سعادة السفير حسين هريدي نورتنا وشرفتنا. أنا كنت أتمنى أن احنا نقعد معاكم أكتر من كده، بس هنعمل إيه يعني، لقد داهمنا الوقت على رأي الراجل إياه. بكرة إن شاء الله لو كان العمر هنتقابل، هجيب لكم بقى معايا الوثيقة نصا كده بتاعت صورة زي ما بيقولوا زنكوغراف، صورة الأصل من وعد بلفر، عشان حضرتك برضو مهمة تبقى شايفها وعارفها وتراها وتستغل. يعني رايحة لروتشيلد، مين يطلع مين روتشيلد هو عشان يتم يعني توجيه الكلام. على كل ده حديث آخر. كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10، أما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس ذات الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.